صباح الخير أحبائي وأعزائي، النهاردة السبت 24 سبتمبر، صباح جديد، صباح سعيد. كما اعتدنا اليوم كل يوم أن نقول ونتحدث عن سنكسارنا وقدسينا العظماء. اليوم 14 من الشهر المبارك توت، أحسن الله استقبال وأعاد علينا وعليكم ونحن في هدوء واطمئنان، مغفور الخطايا والإثم من قبل مراحم الرب. يا أبائي وإخوتي، اليوم نياحة القديس أغسون العمودي في سخا. في هذا اليوم تنيح القديس أغسون العمودي، كان من مدينة تنيس، واسم أبيه مطرا وأمه مريم، وكان قديسين خائفين الله محبين للصدقات والرحمة على المساكين، وكان فكر الرهبنة يراوده كل حين. ولما صار له 35 سنة تقدم قصا فلازم البيعة المقدسة، وكان يسأل السيد المسيح في الليل والنهار أن يسأل له الخروج من هذا العالم ويمضي إلى البرية. فأجاب المسيح طلبته وأخرج من المدينة وأتى إلى ترنوت الطارنة، وقال قيل مريوت، ومن هناك إلى البرية. فظهر له ملاك الرب في زي راهب وصار معه إلى أن أوصله إلى دير القديس أبو مقار، ومن هناك إلى البرية. فأتى إلى الشيخين القديسين إبراهام وجروي وتتلمذ لهم وأقام عندهم 3 سنوات، وبعدها أوقفوه أمام المذبح بحضور الإيغومانس أنبا يؤنس، ومكثوا 3 أيام يصلون على ثياب الرهبنة، ثم ألبسوه الإسكيم. ومن تلك الساعة أجهد نفسه بعبادات كثيرة وأصوام دائمة وصلوات متصلة والنوم على الأرض حتى لصق جلده بعظمه، وكان مداوما على القراءة في سيرة سمعان العمودي. فخطر بباله فكرة الوحدة واستشار الآباء في ذلك، فاستصوبوا رأيه فصلوا من أجله، وخرج حتى بلغ نحو نواحي سخا تبع مديرية الغربية، وأقام في كنيسة صغيرة، وبني له المؤمنون مسكنا على عمود. فصعد عليه وقد ظهر في أيامه إنسان به شيطان عنيد يضل الناس كثيرا، وكان يجلس في وسط الكنيسة وحوله الشعب الذي يسمع منه، ومعهم أغصان الشجر. فأرسل القديس واستحضره وصلى عليه وأخرج منه الشيطان الذي كان يضل به الناس. وادعت امرأة أن أبا مينا يكلمها، وكلفت أهل بلدها أن يحفروا بئرا على اسم أبي مينا ليبرئ كل من يستحم فيه من مرضه. فلم يزل القديس يصلي على المرأة إلى أن خرج منها الروح النجس، وأمر من أهل البلد أن يردموا البئر. وظهر شخص آخر كان يأخذ المجانين ويضربهم، فتسكت عنهم الشياطين وقتا يسيرا، فيظن الناس أنه أخرج الشياطين. فالتف حوله جماعة من المجانين، فأرسل إليه الأب يدعوه إليه، فلم يحضر ولم يرجع عن طغيانه حتى مر عليه الوالي فشتمه أولئك المجانين، فأخذه الوالي وعذبه كثيرا حتى مات. وأجري على يدي هذا القديس كثيرا من معجزات الشفاء والمرضى وإخراج الشياطين، وظهرت له الشياطين في ظل مئذي ملائكة يرتلون ترتيلا حسنا ويعطونه التوبة. فعرف بقوة السيد المسيح مكرهم وصلب عليهم، فانصرفوا مهزومين بعد أن صلى عليهم. ولما أراد الرب نياحته من أتعاب وهذا العالم، مرض قريرا وأسلم روحه بيد الرب، واجتمعت حوله الشعوب الذين كانوا ينتفعون من مواعظه وتعليمه ويكونون قوة كثيرا. وعاش هذا الأب 100 سنة، أقام منها في العالم 40 سنة، وفي البرية 10 سنين، وفي الوحدة 50 سنة. صلوات تحرسنا من جميع أعدائنا، آمين. وفي مثل هذا اليوم استشهد القديس فيليكس وريجولا أخته. تذكار استشهاد القديس فيليكس وريجولا أخته، وتذكار استشهاد القديس إكسيور أنتيوس. صلوات تكون معنا، آمين. ومن أخبارنا اليوم، ولن نظل وما زلنا نتكلم ونتحدث عن مواضيع كثيرة
ومنها مواضيع جديدة عن الطفل شنودة. ولكن هنا البابا تودروس: المجتمع يتطلب التعاون بين الرجل والمرأة، ودائما النجاح الأول للمرأة في التربية، أما عمل المرأة فهو عبء عليها ويجب أن يقدر. كشف قداسة البابا تودروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلال عزة الأربعاء الأسبوعية من كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بشوي بالقدرائية المرقسية بالعباسية الاستخدام الأمثل للمال داخل وخارج الأسرة، وذلك من خلال: أولا، داخل البيت احتياجات الطعام تحتاج تدبير قوي جدا، وأن يكون كل أب وأم حكماء في استهلاك الطعام، مثل تناول الطعام الصحي والتخلص من العادات الرديئة مثل الاستغناء عن باقي الطعام. امرأة فاضلة من يجدها لأن ثمنها يفوق اللآلئ. الطرق السليمة في تناول الطعام: فاتكأوا صفوفا صفوفا، 100 150 50، فأكل الجميع وشبعوا، ثم رفعوا من الكسر 12 قفة مملوءة من السمك. مرقس 46، إنفاق المصروفات، وضع ميزانية جيدة لإنفاق المال ومساعدة الأبناء في اختيار الإنفاق الأمثل لمصروفهم، ووضع نصيب ربنا من الدخل في البدء جانبا، ثم الإنفاق في الأساسيات مثل الكهرباء والمياه، وتنظيم توزيع المال على أفراد الأسرة كمصروف لهم، وتدبير جزء من الادخار. المدارس والأساس والأجهزة: الأهم أن يكون البيت بسيطا وجميلا، لذلك التدابير في الاستهلاك الأمثل للموجود داخل المنزل بأفضل طريقة، واستخدام الأجهزة بحذر كصيانة لها، وعدم الإنفاق فيها وفيما غير ضروري مثل شراء أحدث الموبايلات، وتعليم الأبناء إن بيتنا هو أجمل بيت مهما كانت به أقل وأبسط الإمكانيات، ليصبح الإبن منتميا للأسرة. اكرم أباك وأمك لكي تطول أيام حياتك التي يعطيك الرب إلهك. وثانيا، خارج البيت عمل المرأة: المجتمع يتطلب التعاون بين الرجل والمرأة، ودائما النجاح الأول للمرأة في التربية، أما عمل المرأة فهو عبء عليها ويجب أن يقدر، لذلك الأمر يحتاج إلى تدبير. الاستثمار: استثمار المال يجب أن يكون بحكمة، مثال التأمين على الحياة والاستثمار بطريقة مأمونة وبدون مخاطرة. الهجرة: الإمكانيات داخل مصر كثيرة، وعلى الإنسان الاجتهاد وشروط الهجرة الناجحة أن تكون الأسرة معا، أن يوجد عمل يعود بالدخل المناسب، أن يكون مكان الإقامة قريبا من كنيسة. وأبرز قداسة البابا أهمية التدبير كصفة هامة لحياة الأسرة وفرحها. وأما التقوى مع القناعة فهي تجارة عظيمة، لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء، فإن كان لنا قوت وقسوة فنكتفي بهما. ومن أخبارنا الجديدة بالنسبة للطفل شنودة: الإعلامي أحمد سالم شنودة لازم يرجع لأبوه وأمه لربوه، لأن الرحمة هي رحمة القانون. ما أجمل الكلام والأحاديث عن الطفل الشنودة، ولا يوجد حل وقد مر 8 شهور. نشر الإعلامي أحمد سالم صورتين تظهر فيهما النجمة العالمية إنجيلا برفقة أولادها بالتبني، وهم يقضون أوقاتا سعيدا مع بعضهم البعض، عكس الطفل شنودة الذي يعاني الحزن بعدما حرم من والديه بالتبني. وكاتب سالم عبر حسابه: شنودة لازم يرجع لأبوه وأمه، إلا أبوه اللي ربوه، لأن الرحمة هي روح القانون. وشغلت قضية الطفل شنودة الرأي العام في مصر وأغضبت الملايين في العالم، حيث تم إبعاده عن الزوجين المسيحيين اللذين قام بتربيته بعدما عثر عليه رضيعا داخل كنيسة، وإيداعه في ملجأ واعتباره أنه مسلم بالفطرة. ما هذه الأخبار المحزنة؟ محمود وحيد: قصة الطفل شنودة مأساوية جدا، والدي اللي ربوه حالتهم النفسية سيئة ونفسهم يرجع لحضنهم تاني. تحدث محمود وحيد رئيس مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان عن الطفل شنودة. قضية الطفل شنودة خلال فيديو خصصه للحديث عن أزمة الطفل كورولوس. وقال وحيد: عثر على الطفل شنودة داخل كنيسة، وكررت أسرة تبنيه زوجين مسيحيين لم يرزق بأطفال، وقام باستخراج شهادة ميلاد له ومنحوه اسم شنودة، فعد معهم
جلس معهم فترة كبيرة، وبعدين حد من قرايبهم بلغ عنهم وقال إن الطفل مش ابنهم. بعدها تم أخذ الطفل منهم وإيداعه في دور رعاية. والقصة مأساوية جدا، ووالدي بالتبين اللي ربوه هيتجننوا نفسهم يرجع لحضنهم تاني. وشغلت الطفل قضية الطفل شنودة الرأي العام في مصر وأغضبت الملايين في العالم، حيث تم إبعاده عن الزوجان المسيحيان اللذين قام بتربيته بعدما عثر عليه رضيعا داخل كنيسة وإيداعه في ملجأ واعتباره مسلم بالفطرة. ما أجملك يا مصر، ما أجمل العقول السلفية، ما أجمل العقول المتجمدة، ما أجمل العقول التي بلا رحمة وبلا رأفة. أعيد ابنكم الطفل شنودة إلى أهله بالتبني أو بالكفالة، لكن لابد أن يكون في وسطهم. أحبائي وأعزائي، هذا كل ما نريد أن نقوله. لماذا يتم ذلك في مصر الحديثة في عهد رئيسنا الحبيب المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ أعلم جيدا أنه يبحث دائما عن المواطنة لتكون أهم شيء لدى مصر الحبيبة. ومن من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى روميا الإصحاح العاشر: أيها الإخوة، إن مسرة قلبي وطلبتي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص، لأني أشهد لهم أن لهم غيرة الله، ولكن ليس حسب المعرفة. إنهم إذا كانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله، لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن، لأن موسى يكتب في البر الذي بالناموس إن الإنسان الذي يفعلها سيحيا بها، وأما البر الذي بالإيمان فيقول: هكذا لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهوية أي ليصعد المسيح من الأموات. لكن ماذا يقول الكلمة قريبة منك في فمك في قلبك، أي كلمة الإيمان التي نكرز بها؟ لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع المسيح وأمنت بقلبك إن الله أقام الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. لأن الكتاب يقول: لا، كل من يؤمن به لا يغزى، لأنه لا فرق بين اليهود واليوناني، لأن ربا واحد المجتمع غنيا لجميع الذين يدعون به، لأن كل من يدعو باسم الرب يخلص. فكيف يدعون بمن لم يؤمنوا به؟ وكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به؟ وكيف يسمعون بلا كارز؟ وكيف يكرزون إن لم يرسلوا كما هو مكتوب: ما أجمل أقدام المبشرين بالسلام المبشرين بالخيرات. لكن ليس الجميع قد أطاعوا الإنجيل، لأن الشياعياء يقول: يا رب من صدق خبرنا. إذا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. لكنني أقول: ولعلهم لم يسمعوا، بل إلى كل الأرض خرج صوتهم وإلى أقصى المسكون أقوالهم. لكني أقول: ولعل إسرائيل لم يعلم أولا. موسى يقول: أنا أغيركم بما ليس إما بأمة غبية أغيثكم. ثم أشعياء يتجاسر ويقول: وجدت من الذين لم يطلبونني، وصرت ظاهرا الذين لم يسألوا عني. أما من جهة إسرائيل فيقول: طول النهار بسطت يديك يا الله إلى شعب معاند ومقاوم. والمجد لله دائما آمين. مساء الخير كل أحبائي وأعزائي، معكم من قناة الملك والأمير. لم ننتهي من أخبارنا أبدا، وسوف نتحدث إلى حين تنتهي كل المآسي والمساوي. ولكن هذه وظيفتنا هي أن نتحدث وأن نخطر ونخبر كل مشتركين بكل ما هو جديد وكل ما هو مفرح وكل ما هو سيء. هذه هي الأخبار، أخبار عامة قد تكون سعيدة وقد تكون محزنة. خالد منتصر، سيدة شيلة تمثال المسيح، فمن عاهد السواء من الركوب لن تزداد السياحة في مصر والعقول عنصرية والنفوس طائفية. لعل قال المفكر والطبيب خالد منتصر: انتم عايزين السياحة تشتغل في مصر ازاي والعقول مازالت عنصرية والنفوس طائفية والأفكار سلفية؟ سواء يرفض يركب سيدة مسيحية عشان شايلة في ايديها تمثال المسيح. ونشر منتصر عبر حسابه على الفيسبوك تفاصيل الشكوى، وكتب تفاصيل الشكوى قدامكم يا مسؤولين. والخدمة هي ان درايف ومنتظر تحرككم. السياحة مش معابد ولا شواطئ ولا اهرامات ولا حجر، السياحة بشر يا جماعة.
بشر يفهموا ان السياحة بتجيب لنا عملة صعبة بتأكل الغلابة عيش كفانا افكار متخلبة. لابد من طرق نجاة قبل التحول الى طالبان من خلال الانتشار السرطاني لتلك العمليات وعلى تلك العقليات التي تنتمي لزمن اهل اكلها. وخبر اخر قد يكون خبرا مفرحا، وعودة فتاة مختفية نريمان ميلاد ويليام بقرية العمودين بصمد لوط واسرتها تشكر الاجهزة الامنية وككل يوم وكل وقت ولم يقول ويتحدث عن السبب في اختفاء الفتاة. لكن المهم انها عادت الفتاة المتغيبة نريمان ميلاد ويليام من قرية العمودين صمدلوط المنيا إلى أسرتها، وكانت تتغيب على أثر خلافات عائلية بعد فك خطوبتها. وتقدمت أسرتها بالشكر للأجهزة الأمنية لجهودها حيث تم تكثيف التحريات لكشف ظروف الاختفاء وإعادة الفتاة. وكان قال مصدر مقرب من الأسرة أن الفتاة عمرها 17 سنة وما زالت قاصرة، وكانت مخطوبة لأحد الشباب ولكن لخلافات عائلية تم فك الخطوبة. وفي اليوم الثاني اختفت الفتاة في ظروف غامضة دون أن يكون معها أي متعلقات شخصية أو هاتف، وحررت الأسرة محضرا بقسم شرطة صمدلوط الذي سرعان ما كشفت التحريات للوقوف على ظروف الاختفاء. وإن كان ذلك فهذه قلة تربية من الأهل بسبب هذه الفتاة، مهما صنعوا الأهل ومهما إن كانت هناك خطوبة فاشلة فلا داعي لسرعان أن الفتاة قد تخفي نفسها عن أهلها، فهذا أمر مرفوض تام. إسرائيلية تنشر صورة لها مع الفنان الراحل هشام سليم تعرف على حقيقة الصورة ولماذا علقت على هذه الصورة. رصد موقعنا وقناتنا قناة الملكة والأمير صورة للفنان الراحل هشام سليم الذي وفاته المنيا صباح اليوم عن عمر يناهز 64 عاما. الأحد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لقسم البروجراندا الصهيونية في دولة الاحتلال الإسرائيلي منشور مطلق به صورة تظهر بها سيدة مع الفنان الراحل، ويقول المنشور: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فيدخلي في عبادي وادخلي جنتي. رحيل الفنان القدير هشام سليم ابن الكابتن سليم صالح ورئيس النادي الأهلي الأزبر. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم صفحة رابطة المصريين في إسرائيل بحر التعازي والمواساة سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان، وإن لله وإن إليه راجعون. صورة الفنان الراحل مع الكاتبة الإسرائيلية ليندا منوحين، حيث كان الفنان الراحل من مؤيدي السلام والتطبيع وتقبل الآخر ويرى الفن. كما كنا قام موقعنا أو قناتنا الملكة والأمير بالتحري والبحث حول حقيقة تلك الصورة والسيدة الموجودة فيها، والتي أشار منشور الصفحة الصهيونية المسمى رابطة المصريين إلى إسرائيل أو بإسرائيل بأن اسمها ليندا منيوحين، والتي ادعت بأن الفنان الراحل من مؤيدي التطبيع ولا أحد زعمها. ووجدت قناتنا قناة الملكة والأمير أن هذه السيدة اسمها ليندا منوحين عبد العزيز مواليد 1950 يهودية ذات أصول عراقية، وهي صحفية ومدونة إسرائيلية أو زي ما بيقولوا بتكتب مدونة يعني. عملت البوليس الإسرائيلي حتى وصلت لمنصب المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية باللغة العربية، ثم انتقلت بعدة للعمل القسم العربي بالتلفزيون الإسرائيلي، ثم أصبحت مسؤولة عن إدارة البروبريجندا الموجهة للعالم العربي في وزارة الخارجية الكيان الصهيوني. ومن أشهر الحسابات التي تشرف عليها ليندا هي صفحة إسرائيل بالعربية. ولكن حقول حقيقة الكلام المذكور في المنشور، وهل فعلا كان الفنان الراحل مطبع فعلا، وأين تم التقاط هذه الصورة؟ بمزيد من التحقيق وبحث حسابات السيدة المذكورة تبين أنها التقت بالصدفة مع الفنان الراحل هشام سليم في الأقصر أثناء زيارته لمصر أو أثناء زيارتها لمصر في 2017، وطلبت منه وهو مثل أي معجبة أن تلتقي الصورة معه. وطبعا الفنان الراحل لم يرفض ولم يسأل هذه السيدة عن هويتها ولا جنسيتها، فهي تتحدث بالعربية بطلاقة، وحيث أنها لم تتمكن تتحدث العربية أو لم تكن تتحدث العربية فليس من المعقول أن يطلب الفنان صورة جواز سفر من كل من يريد أن يلتقي الصورة معه. ونشرت ليندا على صفحتها منذ 5 سنوات صورتها مع الفنان الراحل هشام سليم، ولم تذكر أي شيء عن أنه مطبع أو أنه يرى
في فنه وسيلة للتطبيع كما ادعت بعد موته. صورة من حساب ليندا تعود العام 2017، ويذكر أن منصات البروباغندا الصهيونية التي تشرف عليها ليندا تعمل على اختراق وتطبيع وتطويع الناس في العالم العربي لتكبر فكرة وجود إسرائيل كدولة عادية في المنطقة وليس كدولة احتلال، وتقوم من خلال تلك المنصات والصفحات المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بمحاولات للحقائق وتزييف التاريخ، مستخدمين بذلك إثارة النعرات الطائفية والمذهبية وبعض الفتيات التي حولن التمايل والتحدث بأسلوب ملتوي مع المتابعين في فيديوهات قصيرة تهدف لاختراق وعي الشعوب العربية وخصوصا الشاب الصغير الذي ليس لديه دراية كافية بالتاريخ وأحداثه. ويذكر أن نفس الموقع قام بنشر صور مفبركة لعدد من الإعلاميين يتهممهم بالتطبيع أو يتهمهم يعني بالتطبيع، ونحن بدورنا ننشر هذا الخبر لكي نكشف مدى انحطاط الإعلام الصهيوني. شكرا لكم. وهذه